مع بداية كل عام دراسي تشهد الأسواق في ديالى ارتفاعاً في أسعار القرطاسية والمستلزمات الدراسية، ما يعني فصلاً إضافياً من الأعباء على كاهل العائلات التي فاقم وضعها الاقتصادي والمعيشي انخفاض الدينار وارتفاع صرف الدولار. أكيد أكو ارتفاع بالأسعار، يعني سنة على سنة جاي يرتفع أزيد، والسبب هو ارتفاع بالسعر الدولار والضرائب المفروضة على السلع. وهذا السلع مو بس يعني القرطاس، هي بالشارع كلها الأسعار جاية ترتفع. إذا كل طالب عنده 9 مواد أو 8 مواد بالصف يحتاج أقل شيء بالسنة دفترين أو باكيتين أقلام وبعد جنطة وهاي أشياء، طبعا كلها يحتاج إلى فلوس. يعني كل طالب تقريبا بالسنة يحتاج إلى 100,000 150,000 للقرطاسية. سكان ديالى انتقدوا استمرار الإهمال الحكومي لقطاع التعليم وعدم توفير المستلزمات المدرسية للطلاب، ما أجبر عائلات الطلاب على تحمل أعباء إضافية في ظل معاناة معيشية تواجه أصحاب الدخل المحدود. أكو ارتفاع بالأسعار جدا، يعني اليوم تشوف العوائل، أكو عوائل عندها أكثر من طفل يداوم بالمدرسة، قبل كان يوزعون القرطاسية مجانا على جميع الصفوف الابتدائية والمتوسطة، اليوم نشوف ماكو أي دعم، ماكو يعني طالب المسكين ما ينطونه أي دفاتر أي قرطاسية، يشتري كله من حساب الخاص. احنا عندنا عوائل عندها مو طفل واحد أو اثنين أو ثلاثة، يعني حسب بالابتدائية بالمتوسطة والإعدادية، طبعا كل ما يكبر يحتاج اكثر، يعني الناس اكون ما عندها، يعني ما عندها حتى تشتري مو قرطاسيه، يعني اقلام، الشيء البسيط هو القلم، القلم ما يقدر يشتري. اكثر من 30 مليار دولار انفقت على قطاع التعليم الاساسي في العراق، الا ان هذا القطاع لا يزال يعاني من نقص حاد في الابنيه المدرسيه وتجهيزاتها وانتشار المدارس الطينيه، كما تراجعت العمليه التعليميه بشكل عام حتى اعلن عن خروج العراق من التصنيف العالمي لجوده التعليم، فيما ذهبت معظم تلك التخصيصات الى جيوب المسؤولين الفاسدين رغم قلتها مقارنه بالقطاعات الاخرى.